أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى موجز الأهم الأنباء من قناة النبأ الإخبارية. قال عميد بلدية زوار حافظ بن ساسي في تصريح لقناة النبأ إن وفد البلدية يحاول مقابلة رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج عقب اندلاع الاشتباكات في المنطقة الغربية دون استجابة. أضاف بن ساسي أنهم توجهوا إلى مقر الرئاسي لعقد اجتماعا بخصوص التطورات المتسارعة في المنطقة دون أن يستجيب أي مسؤول لذلك رغم انعقاد اجتماعات مشابهة في وقت سابق. انفجرت سيارة مفخخة أمام منزل الشيخ موسى النمر أحد أعيان قبيلة العواقير صباح اليوم السبت في بلدة سلوق جنوبية مدينة بنغازي. وأوضح شهود أعيان لقناة النبأ أن الانفجار لم يخلف أي أضرار بشرية، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن. يذكر أن شيخ قبيلة العواقير بريك الواطي كان قد اغتيل بتفجير سيارة مفخخة أثناء خروجه من مسجد في سلوق في شهر مايو الماضي. دانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا حديث اغتيال الناشط المدني صلاح القطراني في بنغازي. وعدت اللجنة في بيان لها حادثة الاغتيال مؤشرا خطيرا على عودة موجة الاغتيالات السياسية ودليلا على حالة انعدام الأمن، ومؤشرا على تصاعد وتيرة القمع وتكميم الأفواه والإقصاء. هذا وطالبت اللجنة مكتب النائب العام ووزارة الداخلية بالحكومة المقترحة بفتح تحقيق في الواقعة. كما دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالعمل بشكل جاد وسريع على حماية نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في عموم ليبيا. توقع مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا صلاح الدين الجمالي خروج ليبيا من أزمتها بحلول العام الجاري ومرورها إلى المرحلة الدائمة والمستقرة بعد تنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وقال الجمالي لقناة النبأ إن الجامعة العربية تدعم إجراء هذه الانتخابات وتلتقي بكافة الأطراف الليبية وتتشاور مع الأمم المتحدة لتحقيق مسيرة السلام الشامل في ليبيا بحسب قوله. اختم الموجز مشاهدينا الكرام، شكرا لكم ودمتم في أمان الله.